أبوه الإمام علي برضو كتبه في الجامع وصلى الإمام علي. وبعد كده سيدنا الحسين كتب في العراق عارف حتى اسمها كربلاء اللي حيجي كده. أنا بزور الأولياء في حاجة يعني بتشرفك بتشرف بينك وبين ربنا يعني مش مش حطوها حجر الأولياء بسرف يا رجال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي حاجات يعني قدامين يعني رب سبحانه وتعالى ما بيمكش انت تمسكت بالاولياء ربنا ما بيمكش خالص انا متعود على الزياره لازم نزور يعني كنا بنلاقي كل يعني الواحد بيجي يزور فانا جاي من ست زينب بدي اقدر زرت الحسين يعني نازل من ست زينب انا وزرت الحسين وطبعا دي حاجه ان دي ناس يعني كافحوا وناس يعني تعبوا وناس تعبوا 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 في الحياه دي سيدنا الحسين بتربيه الرسول يعني جد الرسول الست زينب جد الرسول اولاد الامام علي يعني تعبوا 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 وشغفوا كثير في الرساله عشان يوصلوه مصر اما الدنيا مصر الكنانه مصر بنت الضامن ليه للاولياء الاولياء الصالحين اللي ماسكينها مش انا ولا انت لا الاولياء اللي ماسكينها في الحروب هي الماسكين الاولياء اوعك تفكر يعني مصر هي انتصرت هي الاولياء اللي انتصرت من عند الاولياء هم اللي ماسكين الحزام الامن